بسم الله الرحمن الرحيم. قامت كتيبة أهل السنة والجماعة التابعة للواء أحفاد الرسول العاملة في محافظة الرقة بتأمين انشقاق 6 عناصر من الردل القادم من اللواء 93 في عين عيسى باتجاه الفرقة 17 بعد أن تصدى له أبطال الجيش الحر وعودته إلى اللواء 93. والعناصر هم العسكر النشاط مظلوم مصطفى عبده من قوات الخاصة فوج 41 قادم اللواء 93 يتوجه لفرقة 17. هذا هو يدي العسكر النشاط محمد بطوح الفوج 41 قوات خاصة قادم من 93 إلى الفرقة 17. هذا هو يدي العسكري النشاط محمد صليبي قوات خاصة فوج 41 آتي من 93 باتجاه 17. العسكري للمنشاط موسى محمد موسى فوج قوات خاصة فوج 41 من لواء 93 باتجاه فرع 17. وهذا هويتي. العسكري المنشاق بشار سليم نجار قوات خاصة فوج 41 القادم من لواء 93 باتجاه 17. هذه هويتي. العسكري المنشاق محمود حمود خلف قوات خاصة فوج 41 باتجاه لواء 93 17. قادمون يا خمص تكبير الله.